أيضا ظاهرة أخرى ظهرت مؤخرا مع ارتفاع الغذاء، وهي ظاهرة غريبة جدا، وهي انتشار ظاهرة الطعام المستخدم. تخيل أستاذ مصطفى، دلوقتي ظهرت مناطق في القاهرة تقوم ببيع مخلفات المطاعم الكبرى والمنشآت السياحية من الطعام على الأرصفة وعلى في أسواق عشوائية. وهناك نقاط حاليا أصبحت مشهورة في إعادة بيع الأغذية الخاصة بمخلفات المطاعم بشكل غير آمن وغير سليم وغير صحي في سوق الجمعة وفي المرج. ماشي يا أستاذ أحمد، أنا طبعا متفاهم هذا الموضوع، تعليقك يا دكتور. هو طبعا بالنسبة للموضوع الزيوت، هو ملف مفتوح في الهيئة دلوقتي كويس، وبنجمع فيه كمية ضخمة جدا من المعلومات، وبنتتبع برضو مرة تانية بنتتبع المخرجات بتاعة الأماكن اللي بتستخدم الزيت الآلية، زي مثلا مصنع شيبسي مثلا، ده بيستخدم كمية كبيرة جدا من قلي البطاطس. طب الزيت ده بتوديه فين؟ طيب يبقى احنا كنا بندور، يعني احنا كنا بنتكلم فيه قبل قطع الإرسال، كنا بنتكلم فيه ان احنا بنتبع الأكل إلى مصادره حتى ما يوصل للمزارع. طيب احنا بقى هنا بقى دلوقتي دخلنا في حتة جديدة، ان احنا نتبع المخرجات حتى لا تعود مرة تانية من الخلف. فأحد هذه المخرجات الزيوت. طبعا في مشكلتين في الزيت. أول مشكلة موجودة في المطاعم، ان هو بيقلي الزيت بيضيف زيت، يعني كل ما الزيت يبخر ويتحرق يضيف زيت، فبالتالي هو ما بيشيلش الزيت القديم ويحط زيت جديد. ولكن في مصانع تانية بتروح شايله الزيت القديم وتبتدي تبيعه. في النهارده بقى نظام غريب جدا لجمع هذه الزيوت، تجميعها مره تانية، وبقى في زيوت بتتصدر تحت اسم ان هي زيوت غير صالحه للسلاك الادمي. طب مش في قرار من وزير التموين، قرار 45 بتجريم أيوة اي حاجه مجهوله المصدر؟ ده لسه حديثا القرار، من صدق. اقوى القرارات اللي طلعت النهارده، واحنا على علاقه مع التموين، علاقه جيده جدا، لان العلاقه ما بين سلامه الغذاء وما بين الامن الغذائي طبعا يعني مهمه، التوازن ده. القرار ده بيقول ايه؟ القرار ده بيقول تجريم اي غذاء مجهول المصدر. فبالتالي الغذاء المجهول المصدر ليه تعريفين. اول تعريف ان هو ما يكون طالع من منشاه غذائيه غير مسجله في الهيئه، فبالتالي احنا ما نعرفش عنها حاجه، وما نعرفش ايه الغذاء ده بيجي منين وبيروح فين وبيتصنع ازاي او بيتعبى ازاي او اي حاجه. الحاجه الثانيه معوش اي فواتير او اي حاجه. فهنا النهارده ده هينعكس على زياده كفاءه نوع الغذاء اللي موجود في الاماكن السياحيه والمطاعم، يعني وده ينعكس مره تانية على ازاي ان احنا السياح لما يجوا يبقوا عايشين في نفس القدر من الكفاءه سلامه الغذاء اللي موجوده في بلادهم. هينعكس على الصناعه، لان احنا طول الفتره اللي فاتت من يوم الهيئه ما طلعت واحنا بنركز على ان المصانع تتحسن ادائها وتبقى متوافقه مع سلامه الغذاء. فجت المصانع دي سالتني سؤال، قالتني النهارده احنا تكافئنا وعملنا كل اللي انت طلبته وصرفنا فلوس، طب ما في مصانع تانية ما عملتش كده والاتنين شغالين في السوق. وانا هنا بطالب منهم ان لازم ان المنتجات اللي تخش لهم تبقى معلومة المصدر. المصانع التانية بتاخد اي حاجة من اي مكان باي سعر. والكريتيريا او المعايير لاستخدام مستلزمات الانتاج هي رخصها. وده من اكبر المصايب اللي هي بتسبب مشاكل كثيره جدا، انك انت يبقى كل مقياسك مبني على السعر وليس مبني على الجود. السلامه نعم.